علاج السحر بعد وقوعه، فإذا وقع السحر حصل وثبت أن الإنسان مسحور فليحذر الحذر كله من أن يتردد على السحرة أو على الكهان أو على العرافين أو على هؤلاء الدجالين، والواجب عليه أن يصبر وأن يتقي الله جل وعلا، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واجب عليه أن يتقي الله، وتقوى الله تمنعه من الذهاب في طريق السحر والشعوذة والدجل، وأيضا يصبر على ذلك، فإن هذا نوع من أنواع الابتلاء. والله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذلك الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده ليرى المطيع من العاصي.